اليوم السابع، كذا كملنا أول أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب على الأجواء الممطرة هذه. كيف الحال؟ إن شاء الله أنكم طيبين بخير وصحة وعافية. الجزيرة هذه وش فيها؟ صارت قريبة مرة، كنا صار زوم عليها كذا فجأة. شو القارب هذا يا شباب؟ مقابل الجزيرة الأساسية حقنا. طبعا لازم نسوي قارب أو سفينة، بحيث تعرفون يعني هذا ما راح يكفي ولا يقدر يشيل الصناديق، فكبداية بس ينقلك إلى الجزيرة الثانية تقريبا، هذه فائدته. بعدين التجديف متعب وتعرفون عاد سالفة مشوار. فبسوي لي التايتانيك هذه سفينتي، عبارة عن خشب مفروض أو عبارة عن تواير اللي مجمعينها هناك، نخليها من تحت ومن فوقها نحط قطع مثلا نقدر نستخدم نتوقع هذا كأرضيات، ونصنع لنا مكينة اللي هي نسيت اسمها، زي المروحة هذه اللي تدفك يعني ما يحتاج تجدف، والمشاوير هذه كلها. يا أخي بالنسبة للعصافير في تراب كان موجود، خلنا نشوف التراب اللي هو تقريبا هنا بيرد شير، هذا هو تقريبا. لو لاحظتوا في عصافير تكون كذا تيجي فوق الصخور بعض الأحيان، ممكن نصيد بدل أنشغل مثلا أصيد سمك وكذا، ممكن أصنع هذا الشيء ويصير هو يعني يجمع لي الطيور كل شوي. خله بعيد عشان الطيور تعرف كل ما قربت كل ما يطيرون. هل لازم نسوي شيء؟ كيف التراب هذا؟ اوكي، مجرد ما ينزل يصيده. حلو، الظاهر في كل مره اصيد راح احتاج صخور. انا يلا يلا يعني معي صخور صراحه، ناقصني صخور كثير. على فكره هذا راح يخرب، فلازم اني في الليل اطبخه واشوف له ترتيب. الحين موضوع المطرقه، اول شيء احتاج مطرقه عشان ابني السفينه. انا متردد بين هذه الجزيره والجزيره الثانيه، لان يا اخوان مثل ما تشوفون راح ارويكم، راح نبني الستوف او الفرن، هذا نبني السموكر، راح نبني اللوم اللي يعطينا الكلوث، وفي شغله البلانك ستيشن ندخل فيه الخشب العادي اللوج العادي ويعطينا زي البلانك هذا اللي نحتاجه، هنا الكلي وهنا الجلد، وهنا نفس الشيء بريك ستيشن مدري ايش يعطينا، المهم، وهنا البترول. يعني فيه امور كثير انت ما راح تبنيها في كل جزيره، فلازم انك تحدد جزيرتك الرئيسيه، هذا الهدف من الموضوع. اوكي، انا جالس ارويكم خشتي الحين، مفروض انكم تشوفون هذا البترول، وهذا والله ما اعرف ايش، بس الظاهر الطابوق شيء زي كذا، وغيرها من الامور. يعني المهم مصانع كل شوي واحد يعني يتدخل فيه مادة معينة ويطلع لك مادة معينة، نفس الشيء الكلوث مدري ايش يطلب فايبر يمكن عشان يعطيك كلوث شيء كذا، راح تشوفون ان شاء الله بعد شوي. المهم موضوع الهمر، نحتاج الحين صخرتين او حجرتين، والله الحجر جدا نادر في هذه الجزيرة، ونحتاج واحد لاشنج. فالله يستر الله يستر، موضوع الصخور احس انه بيجيب فيني العيد. المهم نسوي الهمر عشان نشوف وش راح او وش المطلوب عشان اسوي البيس هذا بالتواير. طيب يا شباب، ايم باك، جمعت شوية حطب، فمتحمس صراحة لموضوع التواير هذه انها تكون البيس، لان مثل ما تشوفون مدري اذا رويتكم اعذروني، مثل ما تشوفون السيارات او الفيهكل المركبات كلها اللي تقدر تصنعها مكونة من عدة شغلات. ممكن يعني شوف الحين ممكن تبنيه بخشب اللي هو البيس اللي هو من تحت اول شيء يطفو على البحر، ممكن من خشب، ممكن يكون من الشغلات هذه اللي شفناها في بعض السفن يوم جينا نلوت، وممكن من التايرين اللي معي، وممكن تكون من البراميل، وبعدها الطبقة الثانية اللي انت توقف عليها اللي هي نفس الشيء خشب، والخشب المطور عندي منه هذا ممكن اصنعه، وبعدين برضو هذا عندي منه، ولكن مشكلته ليفل 4 ظاهرنا لسه ما وصلت ليفل 4. وبعدين عندك النوع اللي بعده، بعدين راح تحتاج تحط شغلات مهمة مثل هذا اللي يثبت السفينة عشان توقف بسرعة، او اذا وقفت جنب الجزيرة. طبعا انا اسحب هذا ممكن اقربه، بس ما اتوقع السفينة يمديني اقربها، فضروري هذا الشيء عشان السفينة ما تروح علي. تايتانيك الشغلة اللي بعدها المهمة اللي هي الرافت عشان الاتجاه او عشان تتحرك السفينة، هذه الشغلة المهمة. والشغلة اللي بعدها اللي هو هذا عشان توجه يمين ويسار، نفس الدركسون هذا بالضبط. هنا الموتر اللي هو بديل تقريبا بديل الواحد منهم انه يصير هو اللي يحرك، فمثل ما تشوفون متطلباته كثير.
حبة حبة راح نبني من هذا وبعدين نشوف كيف الوضع معنا. الشغلة الأخيرة في القائمة هذه الجاري كوبتر، نفس ما تقول هليكوبتر، هذا خروجنا طريقة الظاهر أو وسيلة تقييم اللعبة، اللي هو لو بنيت هذه الطيارة شوف سيت الطيارة والجير، وتحس تعرف هذا الشكل والله يذكرني بأول من صنع الطيارة وطار فيها ومدري إيش وطاح ومات، أحس السالفة مرتبطة كذا جابوا الشكل من أول طيارة. المهم وهنا بعدين الموتر طبعا، بعدين العداد والسوالف هذه كلها عشان تختم اللعبة. بس أنا مستغرب إن هذا البارت يعني ما واجهت، ظهرنا جدا صعب إن عشان تجيب هذا البارتات، عرفت؟ توقع إن هذه أغلبها عندي. على العموم نرجع لسالفة هنا التايرين، نحتاج واحد لاشنج عشان نبدأ بالتواير. راح أقرب التواير شوية، خلنا نحاول نعطيها الرمية كذا، أيوة، والرمية الثانية يا سلام والله يمديك ترمي بعيد. أجل لا 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 تعال يا أخي تعال، لو وديت الجزيرة الثانية ظاهر هذا هو، بس ودي أقربه من بحيث أن الموات كلها تكون قريبة مني. أنا لويت خشب كثير بس ما راح أحتاج كثير، يعني راح أوفر بما أني بستخدم التواير هذه. وين راح التاير ذا؟ تعال على طاري الماي، ذكرني الماي، خلنا نتأكد أن مصادر الماي دائما كافية. نرجع نشوفه، أوكي العطش ناقص عندي فخلنا نشرب. النخل عندي كثير، عبي يا رجال وحط لك من النخلتين هذه. أوف هذا وش يسوي هنا؟ وش يسوي الفايبر أنا؟ طيب نحتاج اثنين بعد زيادة ما عندي. عطنا الفاس رقم واحد، نستخدم الهوتكي، نستفيد من الهوتكي اللي حطيته. على طاري الهوتكي برضه ودي أطوره ليفل اثنين، ثواني بس نشوف هذا وش يسوي هنا. نسيت المفروض أحطه هناك بس يلا ما عليه. خلنا بس يا أخي 20 شغلة تيجي في بالك ودك تسويها مع بعض، الهوتكي والحطب. أوكي كذا وضعنا في السليم. من ناحية الطبخ أوكي يبالي أضبط الطبخة اللي بعدها، ثواني يا طيب ريلاكس شوية، جيب هذا عشان ما تنسى أن فيه ستيكس بتروح تكسر بعدين. أوكي وداعا إلى البحر، أدري إذا شفتوه ولا لا، المهم نطار في البحر هناك. الهوتكي قلت ودي أضيفه، معنا الشيء مهو بإجباري بس خلنا نشوف وش متطلبات. واحد لاشنج واحد كلوذينج، حس الشيء جميل صراحة، واللاعب يكون رابطة تقريبا على الخصرة، مدري إذا يمدينا نشوف هذا الشيء بعدين، ممكن وأنا راكب على القارب يصير يبين طرف الحزام، والله مش عارف هذا الشيء. على العموم نرجع، هذا ما نحتاجه خلنا نحطه هنا عشان نتذكر. قلت بولع الحطب، أحتاج شوية حطب نسوي ريفل، أحتاج بعد اثنين زيادة بس خلاص كافي إنه يطبخ لي، فحرام تهدر الخشب يعني تعبيه كامل تحط خشب كثير وانت في النهاية بتطبخ شيء بسيط، فنوفر. لازم تكون سريع بالماوس، ما أدري إذا تسمعون صوت الماوس. الطبخات وين الطبخات حقنا؟ طيب هذا كوكت، أوكي معليش إني طابخة هنا، أذكر في واحد يا أخي ما طبخته، ظاهر إنه معلق، إي والله معلق، أوكي مش مشكلة، خلنا ناكل هذا قبل لا يخرب، اثنين أتوقع كافيين، خلنا نجرب، ناكل الأول. شوف الساعة قرطوط، الثاني بناكله بعد شوي وخل هذا ينطبخ. على بال ما نضبط الأمور هذه خلنا الحين نرجع نضبط السفينة. تايتانيك حقنا وش راح يتطلب؟ يتطلب واحد لاشنج، نسوي فاست كرافت، أتوقع لاشنج راح يحتاج كثير فبحاول نسوي اثنين. طيب نيجي نضبط هذا، نمسك المطرقة أتوقع لازم، ونضبط التايرين. أوكي يرسب لي تايرين جدد، ضبط في هذا المكان، يمدينا أسحبه؟ تكفى اي مدينة حركة حلو. طيب طبعا اختفوا التايرين. الشغلة اللي بعدها سلمكم الله، نيجي الى الفيهكل. الحين خلصنا قلت لكم الطابق الاول اللي هو ملامس البحر، نيجي الطابق الثاني. احتاج اكون ليفل 4 عشان اسوي هذا. انا حاليا ليفل كم في الكرافتنج؟ اخر واحد تشوفونه 4، باقي شيء بسيط شعرة. ف الهنتنج ناقص كثير، باين اني مصطدت. فا والله يا شباب ممكن نسوي كرافت للشغلات اللي بعدها ونوصل ليفل 4 بعدين، لأن ودي أحلل ال شو اسمه هذاك تشوفونه اللي هو السكراب هذا اللي هنا، ودي أستخدمه عندي منه كثير، فممكن يكون أرضية ويكون شكلها أجمل من الخشب، أو ممكن نسوي خشب بعدين نكسره. على العموم الشغلة اللي بعدها وين الفيهكل؟
اللي هو الطابق اللي بعده خشبة واحدة وكلوث واحد. هذا الخشب هنا وكلوث واحد. طبعا عندي صندوق كلوث من كثرهم. طيب الحين نسوي لك كرافت. اما خشبتين قبل شوي كان خشبة واحدة، وهذا نفس الشيء، اثنين كلوث يعني واثنين هذا، واربع ستيك. اللاشنج يحتاج اربع فايبر، سمعت هذا خلص سموكت، فخلنا نطفي النيران. الضوء عندنا كفاية، ممكن على فكرة نقرب الضوء من هذا المكان. القائمة صراحة ياريت انها موزعة، يمديك تختار بالدلة تجلس تبدل كل شوي بينهم. اوكي الرافت ما يمديني الظاهر اني اخليه على الارض وبعدين اشيله، خربت الخطة. فيب نفس الشيء لهذا، لازم اني اجهز السفينة. فخلاص بنسوي هذا على خشب الارضية اللي هي هذه او هذا. عندنا برضو هذا اجمل، اثنين بلانكت يطلب. عندنا البلانكت هذا هو واحد اثنين، وهذا يا سلام كذا. هذه السفينة، هذا التايتانيك حقنا، يمدينا الحركة، يمدينا الحركة، جميل جدا. وشرقت علينا الشمس الساعة 6 الصباح. طيب الحين نيجي نحط اللي بعده، ان شاء الله تضبط هذا ونبحر بال اوف. ايش هذا؟ ما ادري احس في شيء غلط. هلا هلا والله هلا. طيب جدا سمبل الوضع يا شباب، بس راح يوفر علينا طاقة مثل ما قلت لكم. باقي شغلة واحدة، هذا اللي ناقص، رافت رودل تكفى، يمدينا. قارب جدا صغير يعني، الظاهر انه جدا جدا صغير يا شباب. والله ما ادري اصلا وين بحط الصناديق، وين بحط السواليف هذه كلها. يا ريتني اركبه واقدر اروح الجزيرة الثانية بسرعة بدل التجديف. طيب خلنا ندبل المشكلة. يا سلام انا بغيت اكسر هذا، بس بنخليه ثلاثة وهذا بالوسط، لعل وعسى يمدينا نركب الانكر. فبحتاج الحين تايرين وتايرين، بحتاج اربع تواير، والباقي تقريبا كله متوفر. بالنسبة للتواير اتوقع انها كانت موجودة في هذه السفينة، بما انه صباح خلنا نروح. اي هذه التواير بسرعة قبل لا يجيك السمك، سمكة القرش. طبعا تواير ما يحتاج انك عساهم اربعة، هذا له كم منهم؟ ثلاثة اتوقع. عندي كان واحد هناك ليفل اب فيزيكال، لاني في البحر اصبح ما اتوقع يمديني ارميهم بعيد. هلا والله شيء طيب. اوف 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 كان شفته. لا 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 يا اخي، تواير 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 يا وسخ. مسقعني 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 مسقعني، الله يخرب بيته مسقعني. ايه علينا يا اخي، بشيل تواير والله. اما يدخل من هنا حسيت نفسي مسجون. يا ريتني جايب الرمح، والله العظيم لا افضي نفسي لك اقسم بالله. الا هفه بالتاير هذا، شوف جالس منتظرني والله. حسيت برجع كذا جتني، ما ادري دوخت من البحر ولا والله. ما لومهم اللي يدوخون من البحر، الامواج كذا تجيب لك الدوخه. والله انا بسبح يا شباب، هي ضربه واحده بتجيني بتجيني. بسم الله. ما حد هو، ما حد هو نحاش. بسم الله يا رب يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. اوكي التاير الاول وصلناه، بروح بتصيد العيالة. شفت الصغير هذا، قرش الصغير قبل شوي. ناخذ نفس عميق. يا ليل الليل يا ليل الليل. ايوه طيب خلنا نغير مكان الرافت، يمكن لانه مش مستوي. هذا مكان مستوي زي الحلاوة، تكفى. طيب هنا، طيب هنا من فوق. سبحان الله، تخيلوا يا شباب هذا الحل. اي والله هذا هو الحل. ضبط السبيرز كذا سيده، الله يعطيه العافيه اللي اخترع هذه الطريقه. ادعوا له ادعوا له يا شباب، ربي انه فك ازمه. اوكي يا سلام قاربي المتواضع. الحين يا رب نقول يا رب ان ايش يضبط الاخير هذا. ها لازم يكون في الزوايا، واحد من الزوايا. دقيقه دقيقه دقيقه
بس الحين هذا اتجاهه وين؟ بسم الله. يا سلام. hold e to operate. بس كيف operate وانا؟ يا سلام يا شباب، يا سلام. بساطة، اربط حبل وخشبتين وشوية كلوث سنة قماش ونزل الشراع واحلى سوينا. خلنا ناخذ لفة. الله الله الله، بس ما في شيء يثبتها هنا، هنا المصيبة. يلا يا شراعنا توكل. اوكي، شراعنا يمشي بالاتجاه المعاكس، شراعنا يمشي بالاتجاه المعاكس. حليلة. الله الله الله. بس ما يمشي الاتجاه واحد، ما في ريوس. طيب هذا وشلون ألفه كذا الاتجاه الثاني؟ هذه مشكلة. تعرفون الحين الواحد يوم اخترع شيء لازم يواجه مشكلة عشان ايش؟ يكون عنده شيء يشتغل عليه. فيب والله سعيد جدا. ما في طير كذا صدت لنا اياه انت؟ ما في اي طير والله. ما عليه، سفينتنا قيد الانشاء. خلنا ندخله بس لا يطير. واضح ان القارب خفيف لانه صغير، فكل ما كان التايتانيك حقنا اكبر كل ما راح يكون ثقيل في البحر. الموضوع الثاني موضوع الصناديق، يبينا نضبطه. ففي تفاصيل كثير ودي اضبطها ان شاء الله، لكن هذه تكون كبداية. مثل ما تشوفون اذكر اني شفت فيه شلف، فيه شلف تحط فيه الصناديق. وهذا القارب حقي يا شباب، اتمنى قصدي هذا التايتانيك حقي يا شباب، اتمنى ننال على اعجابكم. اعطوني ملاحظاتكم، اعطوني ارائكم. ودي اضيف عليه الشلف ونستكشف الجزيرة اللي بعدها، لان الصخور مثل ما تشوفون مخلصة علي وشغلة جدا مهمة. طبعا لين ما نصنع الفاس اللي هو هذا الكرود اكس ونحصل اماكن او جزيرة فيها صخور ويمدينا نكسره ونطلع منه زي هذه الصخور. اتوقع هذه الجزيرة ما فيها، مش كل الصخور يمديك تكسرها، هذا اللي انا فاهمه حاليا والله العالم. وبس هذا كان اليوم الثامن في اللعبة، اتمنى انه نال على اعجابكم. لا تنسوني باللايك، دعمكم مهم جدا في هذه السلسلة، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير.